من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية الكريمة وكذلك عشرات الآيات الأخرى تشير إلى حقيقة هامة، وتلك الحقيقة على حد تعبير أحد العلماء أن الإنسان يرى بعينين، ولكن الملك يرى بعين واحدة، وكذلك الحيوان ينظر بعين واحدة، فإن الملك فاقد للعين اليسرى، ليس فيه من الشهوات شيئا، وإنما يكون روحانيا فقط، وكذلك الحيوان فاقد للعين اليمنى، بمعنى أنه لا يرى في هذه الحياة إلا شهواته وإلا غرائزه وما يفي بغرائزه، هذا الحيوان. وكذلك الملك فاقد العين اليسرى، ولكن الإنسان يرى بعينين، يعني العين اليمنى الأمور الروحانية، وكذلك العين اليسرى يعني الأمور الشهوانية. إن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهاتين الخصلتين وأوجدهما فيه، فإذا الإنسان تمكن من أن يجمع بينهما فهو الذي أراد الله سبحانه وتعالى ذلك منه، ولكن إذا الإنسان قدم جانب المادة على جانب الحياة الروحانية، ومعنى ذلك أنه قدم الشهوات الحيوانية، فإنه حينئذ يكون أردأ من الحيوان وأنزل درجة منه، لأن الحيوان ليس له تفكير إلا ذلك، ولكن الإنسان حيث حباه الله سبحانه وتعالى بالعقل فإنه يدرك هذه الأمور ويدرك قبح كثير من المسائل، فإذا انغمس في الشهوات وفي الملذات وترك جانب الروح وجانب المعنى فحينئذ صار أردأ من الحيوان. وكذلك إذا ترك الجانب المادي وانغمس فقط في الروحانيات فقط، أو صار راهبا مثلا، فإن هذا على حسب تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإن هذا الشخص صار عدوا لنفسه، وكما في القرآن الحكيم في ذم النصارى ورهبانية ابتدعوها كانت بدعة منهم. فالإنسان إذا ترك ذلك الجانب المادي والجانب الشهواني فقط وانغمس في الجانب المعنوي
هذا أيضا ينقلب إلى عدو نفسه، وهذا أيضا مرفوض في الإسلام. هناك في رواية في نهج البلاغة، جاء أمير المؤمنين إلى البصرة فشكى إليه أحد بأن أخاه ترك الجانب المادي بتاتا وانعزل عن أهله وزوجته والملذات الدنيوية واشتغل بالعبادة ليل نهار ولا يأكل شيئا إلا ما يسد رمقه، فدعاه أمير المؤمنين ولامه على ذلك وقال إن لبدنك عليك حقا، البدن له حق على الإنسان ويجب أن يفي الإنسان بهذا الحق. فذلك قال الإمام، ذاك الشخص قال الإمام أنك أيضا تفعل ذلك، ولكن أمير المؤمنين أجابه بإجابة وقال ما مضمون كلام أمير المؤمنين أنه لم يترك الجانب المادي بتاتا وإنما ترك بعضه لمصالح كان يقتضيها، وقال له ألا إنكم لا تقدرون على ذلك، يعني ما يفعله أمير المؤمنين من الزهد وأمثال ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فالإسلام عندما جاء أعطى كل صفة من هاي الصفتين، الصفة المعنوية والصفة المادية، حجمها المعقول، فحجم الشهوات بالإطار الشرعي. ولهذا يستحب كثير من الأمور الدنيوية الإنسان يعملها في إطار الشرع، وكذلك حجم الجهة الروحانية بتقييدات خاصة. ولو أن الإنسان أن يكون ينشغل في الروحانيات وفي مسائل الروح جيد، ولكن شرط أن لا يضر ذلك بدنياه. فالإسلام جاء لأن ينظر البشر بكلتا عينيه، العين اليسرى والعين اليمنى، ولهذا ينسلخ البشر من كثير من الشهوات الحيوانية الغير صحيحة، مثلا حس الحقد أو أمثال ذلك، أو حس الانتقام، أو حس تقييد حريات الآخرين. الإسلام يمنع ذلك، لأن طبيعة الإنسان، شهوة الإنسان تقتضي أن لا تكون لها قيود، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الجانب الروحاني أيضا يجب أن يراعى في تلك الجهة. فمثلا نرى أن أمير المؤمنين في فترة حكمه الظاهرية القصيرة 5 سنوات حدودا أو أقل من ذلك بقليل، في هذه السنوات واجه مختلف أنواع الصعوبات وأنواع المشاكل، ومع ذلك تحملها، مع أنه كان قائدا وكان حاكما وكان بيده الأمر والنهي، ولم نرى مثل ذلك في أي حاكم من الحكام وفي أي حكومة من الحكومات. مثلا الأشعث ابن قيس الكندي، وهو كان من الخوارج، هذا كان يؤذي أمير المؤمنين دائما، ومن جملة ذلك أن أمير المؤمنين كان في أوقات الأذان يصعد بنفسه على المئذنة ويؤذن. فالأشعث ابن قيس في بيته كان قد بنى مئذنة، وأي وقت كان يصعد الإمام أمير المؤمنين على المئذنة، مئذنة المسجد، ويكبر ويؤذن، فكان هذا الشخص يسب أمير المؤمنين ومن على مئذنته التي بناها في بيته، ويقول يا أيها الرجل إنك كاذب وإنك ساحر. ومع ذلك لم نرى ولم يفعل ذلك أمير المؤمنين أن انتقم منه، بل في كثير من الأحيان كان يراعيه ويداريه، حتى زوج
ابنه ببنته. يعني الإمام الحسن تزوج ببنت الأشعث ابن قيس. وكذلك أمير المؤمنين في بعض الغزوات وفي بعض الحروب جعله قائدا على بعض الأشخاص وأميرا عليهم، مع أنه كان من الخوارج ومع أنه كان يسب أمير المؤمنين علنا. ولكن أمير المؤمنين تجاوز عن الحقد الشخصي لأجل الغرض المعنوي. وكذلك شخص آخر يسمى ابن الكواء، هذا أيضا كان من الخوارج. في يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد وكان يتلو آية من الذكر الحكيم. ففي وسط تلاوة أمير المؤمنين قطع ابن كوا قراءة الإمام وقرأ هذه الآية تعريضا بالإمام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني يريد أن يعرض بالإمام بأنك مشرك والعياذ بالله. فالإمام قطع قراءة نفسه وأنصت إلى قراءة ابن الكواء احتراما وتعظيما للقرآن، للكلام المقروء، لا احتراما للمتكلم. وعندما كمل الآية ابن الكواء، أمير المؤمنين استمر في تلاوته للقرآن، فقطع ابن الكواء مرة أخرى كلام الإمام عليه السلام وقرأ الآية مرة ثانية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فأيضا الإمام أنصت احتراما للقرآن ولتلاوته. وعندما كمل ابن الكواء الآية استمر الإمام في قراءته. وكذلك المرة الثالثة قطع ابن الكواء تلاوة الإمام والإمام في الصلاة، وعندما كمل الآية الإمام أجابه بآية أخرى، لأنه يجوز في حال الصلاة أن يقرأ الإنسان أي آية من آيات القرآن أو يذكر أي ذكر كان، بشرط أن لا يكون كلاما. أما إذا كان آية أو دعاء أو ذكرا لا بأس به. فالإمام أجابه بآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. معنى أنه أن الذين لا يوقنون بيوم الآخرة من الخوارج والمشركين، هؤلاء لا يسببون أن تستخف أنت وأن تخرج عن الموازين الشرعية أو الموازين الطبيعية. ومع ذلك بعد الصلاة الإمام أمير المؤمنين لم يفعل به شيئا، حتى ورد في الروايات أن الإمام لم يقطع عطاء الخوارج من بيت المال، فكما كان يعطي لبقية المسلمين الأموال كذلك كان يعطي للخوارج، ولم يقطع راتبهم الذي كان يعطيه لجميع المسلمين وكذلك لهم، مع أن الخوارج بغاة والبغاة دمهم غير محقون وغير محترم. مع ذلك الإمام لم يفعل ذلك. وكذلك في قضية أخرى، هناك كان من المنافقين شخص يسمى عمرو بن الحريث. هذا الشخص خرج مع 7 من أصحابه إلى الصحراء، وكان من نيتهم أن يلحقوا بركب الإمام في يوم الجمعة حتى يصلون الجمعة. ففي وسط الصحراء صادوا ضبا ليأكلوه، مع أنه محرم في الشريعة الإسلامية ولكنهم كانوا منافقين، فصادوا هذا الضب ليأكلوه. واستهزاء بالإمام والعياذ بالله، مد عمر بن الحريث يده تجاه يد الضب وبايعه وقال لأصحابه 7: بايعوا أمير المؤمنين نستجير بالله. وقال لأصحابه أن عليا سلام الله عليه يتصور أنه يعلم الغيب، فهل لا، يعني مضمون كلامه، فهل لا علم أننا بايعنا هذا الضب
باعتباره أميرا. فعلى كل حال بقوا في الصحراء مدة، وفي يوم الجمعة أو قبل يوم الجمعة بيوم رجعوا إلى الكوفة، فدخلوا المسجد وكان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جالسا على المنبر ويتكلم. فعندما رآه قطع الإمام كلامه وقال إن في الآية القرآنية قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. في يوم القيامة هكذا أن كل جماعة يدعون بإمامهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهذا الإمام يدخل قبلهم إلى جهنم وهم يدخلون بعده إذا كانوا من الكفار أو من المنافقين، أما إذا كانوا من المؤمنين يدعى بإمامهم فيدخل إمامهم الجنة ويدخلون خلفه. فإن جماعة ثمانية هؤلاء بايعوا ضبا وجعلوه إماما، وهذا الضب يتقدمهم يوم القيامة فيردون جهنم. وإني لو شئت لسميتهم. يقول الراوي وهو ابن نواتة يقول: فرأيت عمر بن الحريث قد سقط خوفا، لأنه تصور أن الإمام يفعل به سوءا أو مكروها، مع أنه هذه جناية عظيمة. مع ذلك الإمام لم يفعل به شيئا، وبقى عمرو بن الحريث حيا إلى زمان طويل. فالشاهد في ذكر هذه القصص عن حياة أمير المؤمنين أن الإنسان بطبيعة حاله يغضب من هذه الأمور، وتكون في نفسه حس الانتقام، يحس بأنه يريد أن ينتقم. ونحن إذا تصفحنا كتب التاريخ رأينا أن الحكام والجبابرة والطواغيت هؤلاء عندما كانوا يظنون بشخص ظن السوء فكانوا يأمرون بقتله وتعذيبه، والأمثلة في ذلك في هذا الزمان كثير لا تخفى على الجميع. في إحدى البلدان الإسلامية كان الشخص إذا سب الحاكم فيحكم عليه بالسجن 10 سنوات، إذا سب الحاكم 10 سنوات يحكم عليه بالسجن، وليس المعلوم أن ينجو أصلا من هذا السجن. ورأينا أيضا حكاما وكثير منهم معروفون، حكاما بمجرد أن يظنون أو يرفع تقرير على شخص بأنه سب الحاكم أو صدر منه كلاما لا يليق بذلك الحاكم حسب زعمهم، فإنه يحكم عليه بالإعدام والتشريد والنافي والتعذيب. ونرى أمير المؤمنين الذي هو يجسد الإسلام لا يفعل بمن سبه أي شيء، وحتى في حروبه أمر أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال، إن بدأوهم فأنتم دافعوا، كونوا في موقع المدافع. فالإسلام عندما جاء ليجمع بين الأمرين، الأمور المادية والأمور المعنوية. نحن الآن إذا رأينا الغرب مثلا نرى من حيث المادة ومن حيث التقدم التكنولوجي ومن حيث الصناعة متقدمون، الاختراعات والاكتشافات وأمثال ذلك تقدم ملموس وواضح يوجد عندهم، ولكن ليس باعتبارهم وليس في اعتبارهم المفاهيم الإنسانية التي فطر الإنسان عليها. هذه المفاهيم الإنسانية نراها لا توجد في الغرب أصلا، وحتى أن نيكسون رئيس الجمهورية السابق للولايات المتحدة الأمريكية هذا في تصريح له يقول: نحن قد تقدمنا من حيث المادة وغزونا العالم بصناعتنا وأفكارنا وثقافتنا، ولكن مع ذلك نحن فقراء من حيث الروح، نحن تركنا الجانب الروحي. لهذا نرى نحن في الغرب
أن الغرب مليء بهذه المشاكل، مليء بالانتحارات، مليء بالسرقات، مليء بالجرائم الاجتماعية، وقد أصابنا وابل من ذلك باعتبار أن كثير من المسلمين ساروا على نفس المسيرة التي سار عليها الغرب وانبهروا ببيرق الغرب. فالإنسان إذا يرى الجرائد أو المجلات أو الكتب يرى أن نفس الغربيين أيضا يذعنون بهذه الحقيقة، أنهم ابتعدوا عن الجانب الروحي وابتعدوا عما هو طبيعة الإنسان، فلهذا انغمسوا في المشاكل انغماسا كاملا. نعم، ظاهريا يمكن أن توجد ديمقراطية صورية أو توجد مثلا شيء من الرفاه، ولكن مليئة من المشاكل الاجتماعية، مشاكل عائلية، مشاكل أخلاقية وأمثال ذلك. فالإسلام عندما جاء جمعا بين هاتين الصفتين الموجودة في الإنسان حتى يعيش حياة سعيدة. ونحن نرى أن المسلمين قبل هذا القرن الأخير عندما كانوا متمسكين بالمبادئ الإسلامية التي هي في الواقع المبادئ الإنسانية التي فطر الإنسان عليها، كانت المشاكل خالية عنهم ولم يكونوا في مشاكل وإنما مشاكل مختصرة، وكان الأمان والرفاه وجميع المشكلات منحلة، والأمان والرفاه وأمثال ذلك موجود. فعندما تركوا هذه القوانين الإسلامية وتمسكوا بقوانين الشرق والغرب نراهم علاوة على أنهم فقدوا الجانب الروحي أيضا فقدوا الجانب المادي. يعني البلاد الإسلامية أكثرها مستعمرات، إما ظاهرا إما بالالتواء، ويحكمها حكام عملاء مثلا، وفيها التشريد والقتل والنهب والتعذيب. يعني تركوا الجانب الروحي وأيضا تركوا الجانب المادي، يعني لم يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الجانب المادي أيضا ففقدوهما، وكثير منهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي الآية الحكيمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني معيشة صعبة، فكذلك كثير من المسلمين في هذا العصر. والغرب أيضا عقلاؤه أحسوا بذلك ويقولون بأن هذا الأسلوب الذي جار في الغرب والذي يتحكم خلاله الغرب على العالم هذا أسلوب غير صحيح. مثلا هناك في بريطانيا شركة لتصدير أدوات التعذيب للعالم الثالث، فهذا يعني خلاف الطبيعة الإنسانية، وأن يصدر وأن يصنع سلاحا وأن يصنع أدوات التعذيب لتعذيب شخص ولتعذيب بشر، هذا الشخص، هذا المهندس، هذا العامل الذي يعمل في هذا المصنع هو يشعر أيضا بأن هذه الأمور خلاف الطبيعة الإنسانية، وهو روحيا يمكن أن يتألم من ذلك. فالغرب الآن منغمس في المشاكل، في ضنك من العيش. نعم، بعض البلاد الإسلامية انغماسها في المشاكل أكثر باعتبار أنها تركوا الجانب الروحي وتركوا أيضا الأساليب المادية والجانب المادي. فالحاصل أن الإسلام جاء لكي ينظر الإنسان بكلتا عينيه، بالعين اليسرى والعين اليمنى على حسب تعبير أحد العلماء، ينظر بالعين اليمنى الجانب المعنوية والروحانية، وينظر بالعين اليسرى التي هي الجانب المادية. وهناك روايات كثيرة تدل على أن الإنسان يجب أن يشتغل بكليهما، ففي رواية من لا معاش له لا معاد له، وفي رواية شرار موتاكم العزاب، وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة الموجودة الذي يجدها المطالع في كتب الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعمل بكلتا الجهتين ونعمل بالمفاهيم الروحانية الإسلامية كاملا، وكذلك بما أمرنا في أمور دنيانا.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها